ولكن مع اول كرة العبار، العبار يعدي ويراوغ، يمشي العبار يزد على طول والبري موجود. عند التحدي لن يكون لقمة سائغة في هذا اللقاء. يتقلب كرة ويراوغ الكوت ويسدد بسارة والبيري موجود. اول الكرات الضايعة عن طريق العبار من زاوية اخرى، يمشي العبار يتدرج يعدي واحدة واحدة ويلم الكرة بمينة. يا عيني عليك يا عبار، والتسديدة كانت على القائم القريب. اذا ماذا يشير حكم اللقاء؟ علي صار الانجول يا ريبابل في خط الهجوم وداخل منطقة العمليات علي امادو. هذه عرضية مانجا، وهذه الكرة اللي حاول من خلالها رجع الكرة، ممكن لعمان يغيرها بالراس، تمشي انس الورفلي وقت العرضية، خطيرة خطرة ويا نتيجة سلبية. لم تهتز الشباك، هل سيفعلها بيساو من البدايات؟ هذه الأعمامي يلعب العرضية الرأسية خطيرة، أريبابل في الإبعاد. إلى ماذا يشير حكم اللقاء؟ كرة أولى وإبعاد أول وتألق أول من حسن المجبري. هذه الإعادة، الدكتور غيرها بالرأس وأريبابل. يا أريبابل يا أريبابل يا أريبابل، ترجع من جديد، الكوت يراوغ، الكوت يسدد، والمجبري في مرة أولى الثانية. هوب المراوغة، هوب المراوغة، هوب رد الحساب. وهذه الكرة اللي حاول من خلالها الكوت بالتمويه والتسديدة باليمين. يا مجبري يا رايع، يا مجبري يا متألق. مكاري يعود بالكرة، مكاري يمشي، مكاري يسلمها لبوراوي، بوراوي يلعبها على اليسار، خطيرة للتحدي بخريس والبيري. تات خطيرة للتحدي، المرتدات خطيرة، تعلق بخريس ووصل للكرة والبيري تواجد وأبعدها. الحمام يراوغ، لعمل يسدد على طول وجاورت المرمى. ومع هذه الكرة عزيزي المشاهد الكريم، متابع ليبيا الرياضية ومتابع الوسط الفضائية، في لقاء شاهدنا فيه المتعة والإثارة، تمنعت فيه الكرة على الدخول.